الفكرة المتعارض متعارف عليها أن هذا النوع من الرياضة بس للرجال، بس لما بدأوا شوي يعني بدأوا شوي شوي يجربونها أو يحضرون حصة حصتين وكذا بدأوا يشوفون الفروق على نفسهم. أول ما دريت إن الجيم يقدم رياضة البوكسينج تخلني أجرب، وأنا أحب هالرياضة أصلاً من قبل، وعندنا يعني هي حكراً بس على الرجال.